شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء اخر من برنامجكم على المباشر. على المباشر معي علي لطفي، رئيس الجمعيه او الشبكه المغربيه للدفاع عن الحق في الصحه وعن الحق في الحياه. سي لطفي، لاباس؟ سي لطفي، الصوت مشى ديالك، اش كنسمع الصوت ديالك؟ الصوت مابقاش يسمع. الو، يمكن كاين شي بروبليم تكنيك. مشاهدينا، نعتذر عن هذا العطب التقني الخارج عن إرادتنا. نعود إلى موضوع الحلقة مع السي علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة وعن الحق في الحياة. سي علي لطفي، لاباس؟ شكرا على الاستضافة الكريمة، وتحية للمشاهدين الكرام المتتبعين لكم لشوف تي في ماروك، طبعا اللي غنية عن التعريف. حفظك الله سي علي لطفي. سي علي لطفي، اليوم الموضوع ديال الحلقه ديالنا واضح، هو فينا هو اللقاح؟ بطبيعه الحال كلشي كيتساءل، المغاربه تيتسائلوا فينا هو اللقاح اللي توعدنا به، اللي هو ديال سينوفارم، توعدنا ايضا بلقاحات اخرى من ماركات مختبرات عالميه، فينا هو اللقاح سي علي لطفي؟ اخي العزيز، مما لا شك فيه ان الحمله ديال التلقيح عبر العالم اليوم، وان كانت فتحت واحد الباب ديال الامل، راه في الحقيقه بدات كتصطدم بعده اشكاليات. لماذا؟ لانه اللقاح هو موجه، او اللقاحات التي تمت المصادقه عليها اليوم من طرف المنظمه العالميه للصحه، راه موجهه للعالم ككل، بمعنى انها موجهه للملايير ديال البشر. هذا يعني انه ارتفاع العدد ديال المستهدفين، اللي كيجعل ان المختبرات اللي كتصنع هذا اللقاح صعيب عليها باش تكون عندها واحد الاستجابه فوريه لكل الطلبات ديال هذا اللقاح عبر العالم. المغرب ليس معزول عن هذه القاعده اللي هي عامه، وحنا كنعرفوا الان فرنسا مثلا بدات اللقاح، ولكن تعاني من مشكل كبير هو قلة الجرعات، وهذا اللي كيجعل انه المواطنين في اوروبا بدورهم كيشتكيوا من قلة الجرعات ديال اللقاح. لكن وسي سي لطفي، اسمح لي لقاطعتك، ولكن قلة الجرعات في اوروبا، راه بعض الدول راه هي بدات، بلجيكا راه داروا اللقاحات بعدا في دور المسنين، عدد من الدول لقحوا ماشي الالاف بل انه وصلوا بعض الملايين، يعني راه بلا ما نذكروا هاد الدول هادو اللي وصل هاد الاعداد هادي. المغرب اللي هو كان سباق في البدايه انه اعلن على انطلاق، يعني ولا قرب انطلاق هذه الحمله ديال التلقيح، ها هو الان مازال معطل. التاخير هذا لما يعزى السي علي لطفي؟ هو صحيح، عدة دول بدات العملية ديال التلقيح، وتختلف من دولة لدولة، لأنه كاين التلقيح الأمريكي البريطاني، كاين التلقيح الصيني، واللقاح كذلك اللقاح عفوا الروسي، كاين عدة لقاحات. اليوم كاينين تقريبا 5 اللي صدقت عليهم المنظمة العالمية للصحة، وبدا في واحد العدد ديال الدول بما فيها الصين، اللي هي مفروض أنه من المصدر ديال لقاح سينوفارما اللي غادي يوصل للمغرب. لكن المشكل ديال المغرب انه هناك تصريحات لمسؤولين حكوميين ولوزاره الصحه كذلك، ان راه غتبدا العمليه ديال التلقيح ديال المغاربه، وحدوا العدد ديالهم منذ شهر جانفير 2020، وحنا دخلنا لبدايه السنه ديال 2021، ولم نصل بعد الى بدايه
ترجمة الأقوال الحكومية إلى عملية بالطبع على مستوى التنفيذ. هذا اللي كيجعل أنه كاين هناك ربما مشاكل عند الحكومة المغربية للتوصل من دولة الصين باللقاح الصيني سينوفارما. هذا اللي كيجعل أنه الحقيقة لحد الآن غير معروفة، ومصدر بالطبع اللي غادي يأكد واش توصلنا باللقاح من الصين أو باقي ما توصلناش به كان مفروض على وزارة الصحة أو خلية الإعلام ديال وزارة الصحة أنها تأكد هذا الأمر. نعم. والسي سي علي لطفي ما عرفناش دابا والسينوفارم ولا استرازينيكا ولا اش من لقاح اللي هو الان سيعتمد في المغرب. البارح شفت واحد البلاغ جديد ديال وزاره الصحه تعلن على لقاح اخر من غير سينوفارم. هو بالفعل في انتظار انه يصدر بلاغ اخر ليوضح لماذا تم بالطبع هذه العمليه ديال الانتظار بخصوص اللقاح ديال المختبر الصيني سينوفارما. البارح في المساء وزارة الصحة صدرت بلاغ وموقعه السيد الوزير أي الطلب تأكد فيه أنهم بشكل استثنائي توصلوا باللقاح أسترازينيكا. هذا أسترازينيكا بالطبع كذلك كان من ضمن التعاقد اللي دارها المغرب، لأن المغرب كانوا عنده تعدد المصادر، ليس فقط اللقاح الصيني بل اللقاح الامريكي واللقاح البريطاني. لهذا دابا يبان اليوم من خلال هذا الكومينيكي او البلاغ ديال وزاره الصحه ان المغرب توصل بكميه اوليه من اللقاح ديال استرازينيكا، وصدر مذكره في الموضوع، وغتبدا العمليه ديال التلقيح. بالطبع شكون بالضبط الفئه المستهدفه؟ واش رجال ونساء الصحة والسلطات والأمن والدرك؟ لأنه هاد الحالة الاستثنائية المستعجلة ربما الجرعات اللي توصل بها المغرب ربما غير كافية حتى لتغطية الفئات المستهدفة ذات الطبيعة الأولية. لكن نعتقد أنه المشكل ديالنا اليوم في المغرب خص واحد الخلية ديال التواصل مع وسائل الإعلام مثل شوف تي في باش يمكن لها تعطيها الحقائق والواقع ديال هذا المشكل ديال التعثر ديال وصول الجرعات من المختبر الصيني سينوفارما، اللي هو اول تعاقد دارته الدوله المغربيه والمملكه المغربيه دارته مع الصين، بمعنى الكميه الكبيره ربما سيتوصل بها من الصين. لكن هذا لا ينفي كذلك ان المغرب بدا العمليه ديال الاستراتيجيه في توفير المستلزمات اللي هي مطلوبه في كذلك ما يسمى بلاشين دو فروا، سلسله التبريد الان موجوده. كذلك بدات تداريب ديال الموارد البشريه من اطباء ممرضات ممرضين واطر صحيه اللي غتقوم بالعمليه. ولكن باقي ديما السؤال هو فين هو اللقاح؟ هادشي كاين بطبيعه الحال، البلاتفورم راه موجوده، كاين يعني من ناحيه الجيش ديال العاملين. نعم سي لطفي تنسمعكش. نعم انا هذا نعم قلت لك يعني باقا ديما يعني هاد الامور هذه التقنيه راه بغينا نقولوا راه هي الان تقريبا جاهزه، بقى لنا غير السؤال فينا هو اللقاح في ظل غياب ايضا التواصل ديال وزاره الصحه. احنا كصحفيين وكاعلام راه كنشهدوا هاد الظاهره الغريبه جدا، هو ديال انه وزير الصحه لا يتواصل، وزاره الصحه لا تتواصل. كاين هنالك خليه ولا بغينا نقولوا ديال التواصل في وزاره الصحه تصنع مرارا وتكرارا، وديما تيبغيو تيقولوا لنا بانه حتى يجينا قرار، لان القرار بطبيعه الحال بيد الوزير شخصيا، الوزير لا يتواصل. ايضا مديريه الدواء اتصلنا بهم قال لك راه كاينه لجنه التواصل يمكن في هذا الملف، فاش اتصلوا بهذه لجنه التواصل تتقول لنا الوزير والذي لديه الملف، من لديه ملف اللقاحات خصك توضح لنا على الاقل. الوزاره تخرج، الوزير يخرج يوضح هذه الامور هذه، خاصه ان الاعلام المغربي هو يتتبع هذه الامور هذه الخاصه بالمغاربه وخاصه باللقاح خصيصا. في ظل غياب المعلومه من وزاره الصحه، في ظل هذا الصمت ديال
وزارة الصحة، تنتفاجئوا بأيضا بصفحات ديال الفاك نيوز ديال الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وكتخرج وزارة الصحة وتتقول لك هذوك راه مواقع ديال التكذيب. وكيف أنه يعني أنتم في ظل غياب ويعني بغينا نقولوا واحد الصمت الإعلامي، وتجيو تتلوموا ايضا هاد الصفحات ديال الفاك نيوز ولا ديال الاخبار الكاذبه، وتتقولوا بانها اوردت اخبارا باسم وزاره الصحه كاذبه. اذا خاص يكون التواصل، باش التواصل وحده هو اللي تيقضي على هاد الاشاعات وهاد الاخبار الكاذبه. واش متفق معايا السي علي؟ صحيح، كل ما اشرتم اليه سيدي الكريم، اعتقد وقفتم على الأشياء الحقيقية التي نعاني منها في المغرب، ماشي غير على مستوى وزارة الصحة. ليست هناك إرادة سياسية في بناء نظام تواصل مع الإعلام الوطني بمختلف تلويناته أو تقنياته، لأنه هذا الغياب ديال نظام ديال التواصل الحكومي ماشي غير وزارة الصحة مع وسائل الإعلام، هذا الشيء اللي كيجعل أنه تبقى المجال مفتوح، الأبواب مفتوحة على مصراعيها للشائعات وتشكيك حتى في مصداقيات أو فعالية اللقاح. هذه الخطورة المسؤولة عليها هي الحكومة، ومسؤولة عليها بالدرجة الأولى بالنسبة لهذا الموضوع ديال اللقاح وزارة الصحة. لو كان هناك حقيقة خالية ديال التواصل كتوصل بالمعطيات الصادقة وذات مصداقية من صناع القرار هو الوزراء بالطبع، والحكومة هما اللي مسؤولين، باش يمكن لها تواصل معكم كوسائل الإعلام باش أنتم توجهوا الأسر المغربية والمواطنين المغاربة البلاغ أو الخبر، عفوا، الخبر الصادق، الخبر الواضح الشفاف اللي ممكن يجعل الطمأنينة ويأمنوا بأنه كل ما يقال اليوم عبر وسائل الإعلام الوطنية راه صحيح، لأن المصدر ديالو كذلك مصدر ديالو المسؤولين أو صناع القرار في بالطبع في الدوائر الحكومية. لكن معك من الأسف هذا الشيء غايب اليوم، وهو ما أشرتم إليه، وهذا الشيء اللي كيجعل الشائعات وتشكيك لا في اللقاح لا في العملية برمتها، كنوليو نصدقوا الشائعات والأكاذيب والأضاليل، وهذا الشيء اللي كيجعل أنه المغاربة كيفقدوا الثقة في قول ما تقوله الحكومة حتى داخل قبة البرلمان. نعم. سي علي لطفي، أخيرا لبغينا نقوله في كخلاصة ديال هاد يعني ديال هاد الأسئلة ديال المغاربة حول اللقاح، هل اللقاح كتشوف بأنه غادي يكون في الأسبوع القادم؟ لأنه تيقولوا كاين هنالك مؤشرات أنه ربما جرعة من اللقاح غادي توصل في الأسبوع القادم، أم أننا خصنا ننتظروا ربما حتى الشهر القادم؟ سي علي لطفي تسمعني؟ نعم أخي العزيز. نعم. سمعتيني؟ نعم. واش تسمعني يا سي علي لطفي؟ ما سمعتش السؤال دابا. قلت لك واش كاين امل في اللقاح انه غادي يوصل قريبا، يعني غادي يكون في متناول؟ لا اعتقد دابا الان كاين بلاغ رسمي من وزاره الصحه وموقع من طرف السيد الوزير اي الطلب، اعتقد لن يكون هناك بالطبع تراجع حتى على بلاغ ومضمون البلاغ، وبان هذه العمليه اللي غتبدا هي عمليه مستعجله واستثنائيه، وربما ستوجه لفئة مستهدفة من المواطنين، يمكن غادي يكون العدد ديالهم قليل اللي غيبداو العملية ديال التلقيح ديالهم. واعتقد في البداية ربما غادي يخص يهموا الأمر رجال ونساء الصحة أو العاملين بالقطاع، وسيمرون كذلك السلطات هذو اللي في الواجهة الأمامية للوقاية ومحاربة هاد كوفيد 19. ونعتقد أن المضمون ديال البلاغ يؤكد على أنه مرحلة استثنائية ومستعجلة، وهذا يعني أنه سنظل ننتظر اللقاح الذي هو وعدت به وزارة الصحة، هو اللقاح الصيني واللي ربما اللي غتكون فيه الكميات كبيرة.
نعم، كانت قال اللقاح الصيني كما جاء في الاول ديال البلاغات الاولى ديال وزاره الصحه 60 مليون جرعه غتوصل بها المغرب. مازال الان هذه الامور هذه غير مؤكده. سي علي لطفي رئيس الشبكه المغربيه للدفاع عن الحق في الصحه وعن الحق في الحياه، كنشكرك جزيل الشكر على تلبيتك دعوه البرنامج، والى لقاء اخر بحول الله تعالى. شكرا لكم وشكرا لمستمعيكم اخي الكريم، تحياتي.